هنبدأ دلوقتي نشرح ازاي بنعمل زونينج على البروكيت سويتش. نفس الستبس بتاعة الكونفيجريشن على الام دي اس او على السيسكو سويتشز سين سويتشز، ان انت بتكريت الياسز وبعد كده بتكريت زون، وبعد كده بتكريت حاجة شبه الزون ست كده اسمها كونفيج، وبعد كده بتعمل انيبلنج للكونفيج دوت زي ما بتعمل كده اكتيفيشن للزون ست. تمام، بعد كده سيف الكونديشن بتاعك. كان عندنا كوماند بنكتبه في السيسكو عشان خاطر نعرف الايه الاجهزه اللي عملت لوجنز اللي هي الفابريك لوجن. تمام، في كوماند هنا شبهه بنكتبه عشان نعرف ايه الاجهزه اللي كونكتد بالسويتش وعملت ايه ريجستريشن على السويتش. تمام، تقول له سويتش شو. طبعا سويتش شو بس هتجيب لك كل الكونفيجريشن رانينج كونفيجريشن على السويتش. تمام، بس انا هكتب سويتش شو واقول له ايه جريب، بعد كده اقول له ايه الفابريك او ال كده انا ايه خليته جاب لي من الرانينج كونفيجريشن البورتات اللي ايه عليها فابريك لوجن من اجهزه متوصله عليها. تمام، فقال لي مثلا ان البورت 0 عليها ايه عليها لوجن من جهاز دوت اللير 2 ادرس بتاعه اللي هو البورت نيم بتاعه وهكذا، بورت 1 بورت 2 بورت 3. تمام، ايه مجمع بس انا كده جبت ايه اللير 2 ادرس اللي انا ايه بستخدمه علشان خاطر ايه كريت الالياس وكده. الخطوه بقى اول خطوه بقى في الزوننج ان انا ايه هكريت الياس. فبقول له هنا بقى الياس كرييت علي كرييت. تمام، بعد كده اقوم قايل له بين قوسين احط له اسم الالياس، اقول له ماي مثلا. اول حاجه هبدا بالسيرفرات، سيرفر. تمام، بعد كده احط كوما وافتح قوسين. ما هو تقريبا حابين لما ننزل تحت، لما ننزل بالسطور لتحت هيبان ان في اندرسكور. بعد كده احط له اللير تو ادرس بتاع السيرفر دوت. تمام، انا السيرفر اتحطيت على بورت 01 والستورج الستورج هي ستورج واحده بس اللي هي اتنين كنترولر على 2 وعلى 3. تمام كده انا حطيت ايه البورت نيم بتاع السيرفر الاولاني. عايز اضيف البورت نيم بتاع السيرفر الثاني ممكن اعمله سطر لوحده او ممكن ان انا اعمل اللي هي فاصله منقوطه واحط اللير تو ادرس بتاع السيرفر الثاني وبعد كده اقفل بتاعه. دي اول كوما ديت عشان تفصل بين النيم وبين اللير تو ادرس بتاعه. بعد ادوس انتر استنى لي. دي مش فاصله منقوطه دي ولا ايه؟ لحظه استنى لحظه اكتب تاني. ادي الياس كرييت. كانت مكتوبه غلط. تمام، قول ماي سيرفر. تمام، بعد كده احط فاصله، بعد كده احط بقى ايه اللير تو ادرس. هو كده ضف. تمام، ممكن تعمل كل سيرفر في سطر عشان مش عارف ليه انا مش عايز يظل سطر كله على بعضه. بعد ما كريت الالياس بتاع السيرفر اكريت بتاع الاستورج بقى، اقول له الياس كرييت. شغاله، سميها موي ستورج، فاصله، بعد كده ادخل اللير تو ادرس بتاع الاستورج. طبعا انا مش هقدر ان انا اضيف كل واحده في سطر، عشان لو ضفت كل واحده في سطر هيقول لي ده نفس الالياس نيم. بس بتعمل حاجه اسمها اد، يعني ممكن تعمل الياس اد عشان تدخل جواها اللير تو ادرس تاني. فاهم حاجه؟ هعملها زي الاولاني. ماشي، بعد كده اسم تاني بقى. ايوه بالظبط. طبعا عشان اتفرج على الالياس اللي كريتها بقول له الياس شو، الياس شو، بس هو مش هيعرض لي حاجه. لا عرض لي. طب كويس، تمام عرض لي.
كريت بقى الزون، خلصت لي الليسز ابدا بقى كريت الزون. اقول له ايه؟ اقول له زون كريت. واحط الاسم بتاع الزون، اسميها ماي زون، تمام. وبعد كده احط فاصله وافتح قوس واحط اسم الالياس اللي انا عايز اخليه يبقى ممبر في الزون، اللي هو ماي سيرفر، تمام كده. وبعد كده احط فاصله منقوطه عشان اضيف ايه؟ الستورج، الالياس التاني بتاع الستورج. وبعد كده اقفل القوسين، بس انتر. عايز اشوف الزون هقول له ايه؟ زون شو، تمام. بعد ما كريت الزون، الزون ديت بتبقى ايه؟ ممبر في السيسكو، كانت بتبقى ممبر في زون 6، في زون 6 هنا هتبقى بكريت كونفيجريشن وبحط جواه الزون، تمام. يبقى الزون دي هتبقى ممبر في كونفيج، هقول له كونفيج كرييت وادي له اسم، هيتكتب كده سي اف جي، تمام. اقول له اسميه ماي كونفيج، تمام. بعد كده اقول له فاصله وادخل الممبر اللي هيبقى معاه، اللي هي الزون بقى اسمها ماي زون. عايز اشوف الشغل بتاعي، هقول له ايه؟ كونفيج شو. تمام. الخطوه الاخيره بقى ان انا اعمل انيبل للكونفيجريشن ده، وزي ما كنت هناك بعمل ايه؟ اكتيفيشن. هقول له ايه؟ كونفيج انيبل. لازم احط اسم الكونفيج اللي هعمله انيبل، سوري، ماشي، اللي هو اسم ايه؟ ماي كونفيج، صح. اقول له يس، تمام. اقول له كونفيج شو، زي ما انت فين، تمام كده. عايز اسيف، هقول له ايه؟ كونفيج سيف، يس، تمام. اتفرج على الشغل بتاعي، اقول له ايه؟ كونفيج شو، عشان انت مش شفتهاش اصلا كده. هو ايه؟ كاريت الزون وحط فيها الممبرز اللي هم ايه؟ الفايبر شانل اليسز بتاعتي، اللي هي السيرفر والستورج. ايه تاني بالنسبه لموضوع ان السويتش كان اونلاين كان اوف لاين؟ الكوماند اللي كتبته بقى كان هو اسمه سويتش، سويتش كونفيج بيرسيستنت انيبل. لما كتبت الكوماند دوت، السويتش كان خد بورتاته كلها ديسيبلد، وكان هو المود بتاعه اوف لاين، بقى اون لاين. دي كده المشكله. كده يمين اللي كنت واحده، الكوماند كله حته واحده، ما فيهوش فواصل، لا مفيش فواصل. بس طبعا بقى، طبعا الجي اي بتاع بروكيد اسهل يعني من الكوماند لاين. بس انت بقى عايز تعمل الموضوع بقى بالكوماند، بالجي اي، هتخش هنا وتقول له ايه؟ بعد ما دخلت على السويتش هتقول له كونفيجر، وتخش على زون ادمن، هيبقى الموضوع اسهل واوضح. بص، هتلاقي الشغل اللي احنا عملناه متكريت نوت في الاليسز، هتلاقي الاثنين الاليس اللي كريتناهم، الزون اللي كريتناه، الكونفيج، وهكذا. همسح بقى الكلام دوت عشان ايه؟ ابدا من اول وجديد، بس ايه؟ بالجي او اي. تمام. ترجع بقى هتلاقي الدنيا بيضاء. بس هو حاسس بايه؟ حاسس بان في اربع اجهزه متوصلين على السويتش. قال لي في فور ديفايسز، لو اشتغلت على البورتات يبقى انا هشتغل ايه؟ الهارد زونينج، اللي هو هبني زون على اساس البورتات. انما انا هشتغل ايه؟ سوفت زونينج، ايه؟ باللاير 2 ادرس بتاع الاجهزه، اللي هو اللي هي زي الماكيت، اللي هو البورت نيم، تمام. كيولوجيك ديت، الكيولوجيك دي هتلاقيها الكارتة الفايبر راكبه في السيرفر، والايميل اكس ديت برضه كارتة فايبر راكبه في السيرفر. الاثنين اي بي ام دولت اللي هم ايه؟ الاثنين كنترولر بتوع الاستورج، تمام. فانا هقف عليه، عايز بقى كريت الياس، هقول له نيو الياس، وفي كل ماي انا هشتغل على السيرفر طبعا، السيرفر، تمام. اقول له اوكي، اديت له اسم كده، مين الممبرز بقى، اقوم حاطط ايه الكارته دي. بس هحط تبقى ليها اتنين، ده اللي هي البورت نيم والنود نيم. اعمل رايت كليك كده عليها واقول له ايه؟ وريني ديتيلز. فهو انا بيقول لي بص، البورت نيم هو اللي فوق اللي اوله 10، والنود نيم اللي اوله 20. فانا هاخد بقى، انا هاخد البورت نيم، هو ده اللي بيبقى بيشارك في عمليه الاي زوني، الاول 10 ده هقول له ايه؟ هقف عليه واقول له ايه؟ خليه يبقى ممبر.
مين تاني عايز امبر البورت نيم؟ برضه لو انا مش عارف هقول له شو ديتيلز. اول 21 دوت هو ايه البورت نيم والنود نيم اول 20. تمام، فانا هاخد الاول 21 واقول له ايه وضيفه لي ممبر. تمام، يبقى كده انا كريت ايه الزون بتاع السيرفر، مش الزون الاليس بالظبط كده بتاعت السيرفر. اعمل واحده كمان للستورج، كنت عارفها دي عشان بس يبقى كل شويه بعده ماي ستورج. مين الممبرز اللي حطوهم في ماي ستورج؟ نفس الكلام. الفرق بين الاثنين دوت 00 انما دوت ايه 20 نوت. يبقى اللي هو 20 دوت هو ايه البورت النيم اللي انا هضيفه اهو ده. بص دوت 20 انما ده 00 00 72 ده 00 20 72 ماشي. والممبر الثاني يا اسامه هنا 40 72 هنا 00 72 هناخد احنا ال 40 هو ده اللي تحت. يبقى كده في التو ممبرز في الاليس بتاع الاستورج. اخش بقى على الزون بالظبط كده اكاري زون. لا لسه في الاخر بقى اما اخلص هسيف في الحواريك. هوريك ازاي دلوقتي هكاري زون جديده اسميها ماي زون. تمام، احط فيها التو اليسز اللي كريتهم اللي هما ماي ستورج وماي سيرفر. خلصت الزون اخش بقى على زون كونفيج اللي هو الكونفيج اللي كنت بكريته في الكوماند لاين ده واقول له هكريت واحد جديد اسميه ماي سي اف جي. مين الممبر اللي فيه الزون بقى اللي لسه مريتها الزون دي نضيفه. فهم خلصت كده ابدا بقى ايه اعمل انيبلنج للكونفيجريشن ده زي الاكتيفيشن بتاع الزون 6. هتكتف مين؟ هكتف ممكن يكون عندي اكتر من كونفيجريشن بس في الاخر واحد بس برضه هيبقى انيبلد زي الزون 6 واحده بس اكتيفيتد بير في سين صح او بير فابريك يعني. اوكي كيس هتسيف الكونفيجريشن او لا سيف كونفيجريشن. بس عايز بقى ابص بالكوماند لاين ابص على ال اقول له ايه كونفيج. المفروض كنا خلينا الاسماء مختلفه عشان ما يبانش ان ده نفس الشغل اللي كان بالكوماند لاين. شو ماشي انا مسحته بس نفس الاسماء فهيبان ان كان مفيش اي اختلاف. ماشي هو عمل نفس السطور اهو الالياسز والزون والكونفيج. تمام كده ماشي وعرفت الكوماند اللي بيكتب في السويتش. تمام، والكوماند اللي بتجيب منه البورتات هناك في الجي او اي لقيت انت البورتات جاهزه. صح الديفايسز اللي كنت عليها جاهزه بالكوماند لاين بتجيبها بالزون بتاع اللي هو الجريب.